وللمزيد من التفاصيل إذن ينضم إلينا الآن من الأقصر مراسل إكسترا نيوز محمد محروس. محمد، بعد التحية، بالتأكيد نريد أن نعرف المزيد من التفاصيل عن هذا البروتوكول وأيضا نهر العطاء، ماذا سيفعل؟ نعم، دعاء تحياتي لك ولكل مشاهدي إكسترا نيوز. محافظة الأقصر شهدت اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة موانئ دبي بحضور معالي السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني والسيد ناصر عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ دبي. طبعا هذا البروتوكول يهدف للتعاون في عدد من المجالات الخيرية، طبعا ضمن مبادرة انطلقت اليوم من محافظة الأقصر وستمتد إلى محافظة أسوان ثم تشمل باقي محافظات الجمهورية. لمزيد من التفاصيل معنا الآن معالي السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني. برحب بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز النهاردة. طبعا حضرتك ويعني الأستاذ ناصر عبد الله وقعتوا اتفاقية للتعاون المتبادل، وحضرتك تطلعينا على يعني هذه الاتفاقية والهدف من هذا البروتوكول. الحقيقة النهاردة يوم تاريخي ومميز للدبلوماسية الإنسانية اللي بتعقب الدبلوماسية الرسمية. حضرتك عارف أنه مصر تشرفت منذ عدة أيام بزيارة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. النهاردة الحقيقة في أعقاب هذه الزيارة بيأتي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توقيع بروتوكول تعاون مهم جدا مع مؤسسة دي بي وورلد الخيرية. والحقيقة أنه هذا التعاون تعاون تاريخي ومميز لخدمة الأسر الأكثر احتياجا. تراءت الرؤى بعد طبعا يعني تثمين القيادة السياسية لخدمة المجتمع المدني وجهوده لمؤازرة الجهود الرسمية للدولة في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا. بيأتي هذا البروتوكول النهاردة كباكورة للكثير من المشروعات إن شاء الله القادمة بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة دي بي وورلد في دبي، إن إحنا نقدر إن إحنا نعالج أو ندخل في موضوعات ومجالات كثيرة كالتعليم وكالصحة وكالمرأة وكالتمكين الاقتصادي. يمكن النهاردة هذا البروتوكول بيبدأ بقافلة على مركب كبير جدا بوجودي وبوجود السيد ناصر عبد الله النائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأيضا المدير التنفيذي بتوزيع يعني مستلزمات دراسية للطلبة أطفالنا في الأسر الأكثر احتياجا من الأقصر وأسوان مرورا بكل القرى والمراكز والنجوع. المبادرة هي مبادرة العودة إلى المدارس وهي مبادرة في الإمارات العربية المتحدة، واختارت مؤسسة دي بي وورلد مصر لتكون المحطة الأولى لخروج هذه المبادرة خارج أرض الإمارات. يمكن طبعا المبادرة دي بتيجي مع بداية العام الدراسي وكمان انطلقت من هنا من محافظة الأقصر، وحضرتك أشرتي لأنها هتمتد لمحافظة أسوان مرورا بعدد من القرى والمراكز. طبعا أكيد التعاون أو الاتفاقية اللي وقعت اليوم لم يعني تنص على يعني هذا النشاط فقط، ولكن هو نشاط متنوع سيتم بالتعاون ما بين التحالف الوطني. وحضرتك تطلعينا على التصور لهذا التعاون يعني في الفترة القادمة. الحقيقة قبل توقيع هذا البروتوكول كان في اتصالات وتواصل مباشر مع المؤسسة للتعرف على كل أنشطتها المجتمعية اللي الحقيقة بحييهم عليها وعلى نجاحتها، وأيضا إطلاعهم على ما يقوم به التحالف الوطني من خلال مؤسساته. والنهاردة الحقيقة يعني مؤسسات بتشارك من تحت مظلة التحالف الوطني في هذه المبادرة على رأسها مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة الأورمان. الحقيقة أنه هذا التواصل التعرف وتبادل الخبرات بيننا ما بين بعض ده بيولد الكثير من المشروعات القادمة زي ما قلت لحضرتك في مجالات كثيرة جدا لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا. أنا بأغادر غدا إن شاء الله للإمارات العربية المتحدة وبيتم يعني عقد لقاء مجمع بيحصل فيه الكثير من الأفكار والكثير من الطرح اللي هنقدمه للمؤسسة، وكذلك المؤسسة تتعرف أكثر على عمل وجهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحنخرج بالكثير من عايز أقول يعني
قصص نجاح نقدر ان احنا بيها نفيد الاسر الاكثر احتياجا. ده اول بروتوكول تعاون ما بين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بشراكه مع دوله خارجيه، وانا فخوره ومتشرفه انها تكون الامارات العربيه. يمكن يا فندم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قام بمجهود كبير وملموس خلال الفتره الماضيه، وطبعا الشعب المصري والاسر الاولى بالرعايه بتعلق امال كبيره على المزيد من العمل من قبل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. لو حضرتك يعني تدينا برضو فكره عن التصور للعمل المستقبلي للتحالف خلال الفتره القادمه. خليني في البدايه احيي كل المؤسسات تحت مظله التحالف الوطني. الحقيقه منذ اعلان السيد الرئيس انه عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني، ايمان القياده السياسيه بجهود هذه المنظمات والمؤسسات هو ده اللي دفع هذه المؤسسات ان هي تلحق بجهود الدوله التنمويه. الحقيقه هذه المؤسسات بتشتغل بايمان صادق، وثقه القياده السياسيه ليهم بتديهم دفعه كبيره ان هم يشتغلوا تحت مظله التحالف الوطني. دي حاجه انا شايفاها كبيره جدا. زي ما حضرتك عارف انه الشغل ممتد ويعني منذ سنتين، وما نقدرش ننسى جهود التحالف على معبر رفح في مساعدتنا لغزة أهالينا في غزة، إنما كمان بننتهي بحملة إيد واحدة اللي أعلنها التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر ومؤسسة حياة كريمة. إزاي إن إحنا نقدر كإيد واحدة نساعد الأسر الأكثر احتياجا. هذا أو هذه الحملة انطلقت بقوة كبيرة، شارك فيها الكثير من المؤسسات. عندنا طبعا شفت حضرتك آخر بروتوكول تم توقيعه ما بين التحالف ووزارة التضامن ووزارة التنمية المحلية وأيضا وزارة التربية والتعليم، زي أن احنا بنشترك مع بعض في المشروع القومي لتنمية الأسر من خلال المباني اللي موجودة في المحافظات. نقدر منها أن هي نعمل طبعا حضانات للأطفال، فإحنا بنخفف من وطأة كثافة الفصول، وأيضا نشتغل في ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي. طبعا يعني جهد كبير للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في مختلف محافظات الجمهوريه. السفيره نبيله مكرم بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. اذا مشاهدينا الكرام، تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون ما بين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومؤسسه موانئ دبي، وستبدا يعني بعد قليل فعاليات تنفيذ هذا البروتوكول على ارض الواقع بانطلاق باخره للمستلزمات المدرسية من هنا من محافظة الأقصر، مرورا بكل قرى محافظة الأقصر ووصولا إلى محافظة أسوان، وأيضا مرورا بكل قرها. إذن فعاليات يعني مهمة تتم اليوم هنا في محافظة الأقصر في إطار الجهد الذي يقوم به أو تقوم به مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. شكرا لحضراتكم على يعني حسن المتابعة، والآن عودة إلى الاستوديو. نعم، مراسل اكسترا نيوز من الاقصر محمد محروس، جزيل الشكر لك، وبالتاكيد جزيل الشكر لسياده السفيره نبيله مكرم.